اختي لو سمحتي. نعم. يعني ما حد يقدر ينتحر براحته ولا ايش؟ انا ابيك تروحين هناك عشان كل واحد ينتحر على راحته. ليش انت تبغى تنتحر؟ ليش قاعد تشوفي قاعد اتامل يعني؟ الا ممكن اعرف الحين انت ليش بتنتحرين؟ انا اصرف على اهلي. وصار لي 6 شهور ماني قادر ادفع حق الايجار. بس. سبب تافه يعني مو بسبب مقنع انك تنتحرين. ليش انت ليش تبغى تنتحر؟ انا عندي سبب مقنع. ايش سببك يعني؟ تخيلي انا متوسط خطيبتي تتوظف في نفس مكان عملي. توظفت، ايش صار؟ تركتني وتزوجها مديري. ايش التفاهه هذه؟ مو بتفاهه، انا باني مستقبلي على خطيبتي وعملي، خسرتهم كلهم. انت اللي مشكلتك تافهه. انت اللي مشكلتك اتفه من مشكلتي. مشكلتي مو تافهه. انت لو تعطيني 5 دقائق غيرتي رايك.